بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 64 من كتاب الأدب المفرد لإمامنا البخاري عليه من الله شبيب الرحمة والرضوان، باب من أصبح آمناً في سربه. ويصح أن نقول باب من أصبح. طيب، وبه إليه قال: حدثنا بشر بن مرحوم قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القبائي عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده طعام يومه، قال: فكأنما حيزت له الدنيا. هيك الرواية، فكأنما حيزت له الدنيا. في رواية عند الترمذي بزيادة بحذافيرها، الحذافير هي الجوانب، يعني كأنما حيزت له الدنيا من كافة جوانبها. من أصبح آمنا في سربه، سربه يعني أهله، يعني هو تأتي سربه وتأتي سربه، كل واحدة إلى معنى. نعم، لكن المقصود هنا في نفسه وفي عياله، فلا يزعر في شيء، لا أحد لا طيله براس الحارة، ولا حدا حاطط رشاش، ولا حدا بده يغتاله. يشعر بالأمان وهو في بيته، يشعر بالأمان وهو بين الناس، يشعر بالأمان وهو يذهب إلى المسجد، إلى المركز، إلى الصلاة، إلى عمله. هذا الذي يشعر بالأمان وقد عوفي في جسده، معافا في جسده، يعني هو صحيح الجسد، ما في أمراض. يروح الإنسان على المستشفيات بيشوف أمراض، يمر بأزمة صحية، يشعر بمعنى آخر للحياة ربما لم يخطر له على بال، معافا في جسده، عنده طعام يومه. أنا أحفظ رواية: عنده قوت يومه، يعني عنده أمان وأمن، عنده صحة في الجسد، وعنده طعام يومه. قال: فإنما فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. طيب ليه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها؟ طيب هو لم ينل شيئا زائدا للغد. قال: الذي رتب له طعام اليوم سيرتب له طعام الغد، الذي رزقه اليوم سيرزقه في الغد، الذي أعطاه اليوم سيعطيه غدا. شغلة عجيبة يا جماعة، فقط الموضوع يحتاج إلى ثقة بالله. هل خرج أحد منا من سوريا وهو يظن أنه سيستقر وسيرتب عملا أو دعوة أو سيكون فيما هو عليه الآن؟ لكن الله عز وجل أعاننا وألبسنا كلا في مكانه ثوبه الذي ألبسه إياه. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، والحمد لله على فضله. الآن خاطرة رب العالمين قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، شو يا محمد؟ والثمرات. شيء شيء، هذا كله من الابتلاء. طيب إذا رفع هذا الشيء شعر الإنسان بالأمان، انتبهنا، الأمان، شيء من الخوف، رفع الخوف، هذا هو آمنا في سربه. والجوع، رفع الجوع، عنده قوت يومه. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللهم لا تمتحنا، اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما دام الموت خيرا لنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.